فوائد الصيام النفسية والروحانية هو كيف ما قلنا أنه الصيام يحسن من الاكتئاب ويحسن من القلق. أقول يحسن ولا يعالج، لأنه بزاف ديال الناس عندهم هاد الفكرة الخاطئة أنه رمضان عنده ذاك الدور السحري، لأنه هو غيعالج لنا جميع الأمراض النفسية وجميع الأمراض الروحانية. لا، نقول أنه رمضان يساهم أنه يحسن الاكتئاب، يساهم أنه كيحسن لنا القلق والتوتر. علاش؟ لأنه رمضان كيربطنا بالآن، كيربطنا بالحاضر. لانه مثلا الناس ديال الاكتئاب ديما عندهم مشكل ديال الماضي، ديما عندهم مشكل ديال الاحداث الحياتيه الضاغطه اللي وقعت لهم في الماضي. والناس اللي عندهم مشكل ديال القلق ديما عندهم خوف من المستقبل، خوف من الحوايج اللي كيجيو في المستقبل. ورمضان كيعلمنا انه كتكون عندنا واحد الارتباط بالان، الارتباط بالحاضر. رمضان كيعلمنا انه كتولي عندنا واحد المرونه نفسيه، انه ما كيبقاش عندنا داك التصلب الفكري ولا داك التصلب المعرفي. رمضان كيهذب لنا النفس، رمضان كيحسن لنا من كيعلمنا كيفاش نتعاملوا مع القلق ديالنا، مع التوتر ديالنا، مع الغضب ديالنا. كيعلمنا بزاف ديال الامور، وهذا الشيء ناتج عندنا بزاف ديال الهرمونات اللي كيتم الافراز ديالها، سيروتونين، دوبامين، البي دي ان اف، لوندورفين. دونك رمضان ما وما قال الرسول صلى الله عليه وسلم صوموا تصحوا، حتى انه رمضان عنده بزاف ديال الامور ايجابيه على الصحه النفسيه والعضويه والروحانيه ديالنا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.